السلام عليكم. هذه الخمساق القصمين. كتكون عاولت تتولي عامرة دابا مباشرة من مور ريزانا. رحنا دابا القهوة نتاع ريزانا هي هذه اللي على اليسار، حنا في الدار ديالها. نبداو ندورو على برملور باش نخرجو مباشرة هنايا، ما نخرجوش في الطول الحمر كاع. نجيبو الدورة من الفوق لدروات ونخرجو هنا قدام المسجد المحمدي. هذا شارع محمد السادس. نشوفوا هاد التقدم كي ولات. برج مشقوق قديما.
كان خرج وحده ذيك القهوة يقولوا لهم ما عيش. كان ذيك القهوة ديال أيور. هادو على اليمين دابا ديور السلام. سمية لا عنده واحد سمية اخرى كتبسالة شحي الامان. شارع النصر تاع سيدي سعيد حداه كاين الضارع. يقولو سيدي سعيد ابو عثمان. هنا كاين واحد السويقه ديالو من واحد الجوطيه ديالو سوبا سيدي سعيد تما في ذاك الدرب اللي شاد على الضارع. كاين تما بحال الجوطيه بحال السويقه بحال سوق. من هنا يقدر يبان لكم باب الخميس. ندير واحد الجرة شوية على اليمين هكا يبان. كان في هذا الوقت من النهار كانت الوقيته وعندك ما بين 12 و1 كتولي بحال راك صايف في الدار البيضاء. كلشي كيطير كلشي كيجري كاين له ستريس في الطريق.
6:17 دقيقة دابا. حرارة 19. ندوزو على برا نشوفو الطريق، اشغال على الطريق 7023 والطريق الوطنية رقم 6، نشوفو هل من جديد. على سيدي سعيد، مستشفى سيدي سعيد، مرحبا ديال الزراع و هاد المستشفى. هذا المستشفى كندوزو من هنا نسبيا، تنهربوا على ذاك الرون بوان ديال اللي كيدخل الباب الخميس، تكون شويه عامر. هذه صلاه المغرب اللي كتسمعوا، راه المسجد ديال سيدي سعيد. ستة وعشرين دقيقة المدينة، هذا مكتب البيع. هذه كلية الحقوق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية.
في الطريق درت لها شويه ديال الاشارات الطريق ولا كلشي كيسلت منها عادي على اليسار ماشي ولا كيدور حتى يطلع. تفك شويه الزحام على الداخل بزاف يعني اللي داز الكاميليا اللي داز الفاضليه اللي غادي حتى المنصور تالي بغا يقطع المرجان مزيانه سالته صغير السعادة بولاو اسقفوه داك لوتوب داك لوتوب كاري لي دايرين تكون فيه متر وعشرين في العرض وفي لاوتوغ تكون واحد تكون متر وربعين ولا متر وخمسين كبير كبير لما يدوز منه بنادم فوسط منه فاسيل مو ماشي واقف ولكن يدوز مزيان هنا ما عرفتش اش غيدير بداو تيحطو بحال لي فونداسيون هنايا سكاري بحال داك الاول هذا مازال ما غطاوه هذا معطل شويه في الخدمه على الاخر دوك الزيتونات جاو معاه ضربو لهم على الجلب ديالهم لاباس ليه بعد ما كتصيفطش العروق للجناب بحال شي شجر كتهبط نيشان الزيتونه هاديك هي لا بيشولين ماروكان هذا الريحان مركب سياحي الريحان يا علاش لحقاش من بعد غتولي في وسط المدينه هذه الطريق غتولي وسط المدينه يفو ميو بريفنير لي شوز يعني الحمد لله زعما اللي البلاد غاده في الناس اذكياء
ماشي بعد دوك اللي تيقولوا الزيتون الخضر هو اللي تيعطي الزيت المزيانه اوغوزمو شو بنادم دابا تيقول بان هاد البلاصه غتولي وسط المدينه يعني خاص تريتوار ما نورمال مو بحال هكا كاين اللي تيقول راه الطريق هي برا هادي الطريق راه يعني خارجيه على برا نورمال مو هادي راه طريق وطنيه يعني راه كانت خارج المدينه واحد الوقت مزيانه هاد القضيه نتاع الخطوات صار لي ما عرف اش بغا يديرو معاها وهادو اللوز حاطين هاد لي بانو ديالهم ما عرف واش الارض ديالهم ولا ماشي ديالهم المهم راه حاطين لي بانو تما وطيل الدالية حط السور يعني الا بغاو يوسعو خصهم يوسعو على اليمين وطيل الدالية ما غاديش يجي واحد داك المحيط ديالو يعني واحد البلاصه اللي ما داخلاش في الملكيه ديالو المركز ديال مركز ديك حرف البناء دراسة حرف البناء وشد عليها الويستي بدينا في شارع فريد الأنصاري كنا في شارع فريد الأنصاري السلام عليكم.